أهلا بكم. كشف وزير النقل والطرق والجسور المهندس مكاوي محمد عوض عن تخصيص الحكومة القطرية مبلغ 4 مليار دولار لتطوير ميناء سواكن. وتفقد مكاوي اليوم ميناء سواكن رفقة وزير المواصلات والاتصالات القطري المهندس جاسم بن سيف السليطي. وقال عوض في تصريحات صحفية إن التنفيذ يبدأ على 3 مراحل، يتم تنفيذ المرحلة الأولى من خلال 30 شهر. وأعلن الوزير أن التوقيع على الاتفاقية سيتم يوم غد الاثنين بوزارة النقل بالخرطوم، منوها إلى أن السودان يعمل على زيادة الحصة السوقية في مجال خدمات الموانئ من التجارة العابرة وتجارة المسافنة. من جهته تعهد وزير المواصلات والاتصالات القطري المهندس جاسم بن سيف بتطوير ميناء سواكن بحيث يكون الأكبر في حوض البحر الأحمر، مشيرا إلى أن قطر ليست لديها أي أطماع، مؤكدا أن دخولها في سواكن لا يهدد أي جهة أخرى. أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير استمرار تنفيذ خطة تطوير القوات المسلحة لتصبح قوة رادعة لتأمين السودان دون أي قتال. وشارك البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأحد في احتفالات الجيش باعتماد إجراءات التسليم والتسلم بين رئيس الأركان المشتركة السابق الفريق أول ركن عماد الدين عدوي والفريق أول دكتور ركن عماد كمال عبد المعروف رئيس الأركان المشتركة الحالي. وقال البشير إن القوات المسلحة ظلت تشكل قناعة راسخة إقليميا ودوليا بقدرتها وكفاءتها، حتى أصبح السودان قلعة للتدريب تحت إشراف مباشر من الضباط السودانيين. وبدورهم امتدح رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن كمال عبد المعروف القوات المسلحة، وقال إنها القوات الوحيدة في المنطقة التي ظلت صامدة ولم تخسر حربا، عازيا ذلك إلى تمسكها بدينها وعقيدتها. حذر وزير الشؤون الاستراتيجية والمعلومات بولاية الخرطوم محمد حسين أبو صالح من نشر أخبار جرائم الاغتصاب، سيما اغتصاب الأقارب، وقطع بأن ذلك يهدد الأمن القومي ويعمل على إيقاف عدد من المشاريع، داعيا بضرورة إلى أن يدرس الصحفيون الأمن القومي ومهدداته. وقال أبو صالح خلال مخاطبته دورة تدريبية للصحفيين حول الإعلام الإلكتروني إن من يعتقد أن مياه النيل تسد الفجوة الغذائية مخطئ وغبيان، مؤكدا أن السودان يقع ضمن الصراع الاستراتيجي، مؤكدا أن الأمن القومي الأمريكي يبدأ من البحر الأحمر ومن السودان، لافتا إلى أن الحكومة إذا تمكنت من استخراج واستثمار معدن الحديد الموجود داخل باطن الأرض ستتغير معادلات الاقتصاد في السودان. أكد نائب رئيس البرلمان أحمد محمد التجاني رعاية البرلمان للتعليم بالبلاد، لافتا إلى أن موازنة العام 2018 خصصت مبلغ 240 مليون جنيه لدعم التعليم والصحة. ودعا التجاني خلال مخاطبته اليوم ورشة أسبوع التعليم لمراجعة القوانين من وقت لآخر نتيجة للتطورات التي تطرأ على العملية التعليمية. وبدورها دعت رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالبرلمان دكتورة انتصار أبو ناجم، دعت للاهتمام بفئة الرحل لجهة أنها تملك مردودا اقتصاديا كبيرا ولذا يجب التركيز عليهم، وطالبت برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لأنهم بمثابة مقياس لتقدم الأمم، وشددت على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والاتحادية والولائية لتوعية جميع المجتمعات بأهمية التعليم. دشن النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الفريق والركن بكري حسن صالح النسخة الثانية من بوابة السودان الإلكترونية التي تحتوي على 30 خدمة إلكترونية، وذلك ضمن احتفالات البلاد باليوم الوطني للمعلومات. وأكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة هاني عبدالله عطية إن إطلاق النسخة الثانية لبوابة السودان الإلكترونية يأتي مع زحف مفهوم العولمة الذي أطاح بمفهوم الدولة التقليدية، كما أكدت حرصهم على تسخير تكنولوجيا المعلومات لخدمة البشرية انطلاقا من مسؤوليتهم تجاه المواطنين، وتعهدت بالمضي قدما بالحكومة الإلكترونية بعد أن باتت واقعا. أستاذ الطاهر، كان هذا كل ما لدينا حتى الآن، هي عودة إليك.
شكرا راشد. بعد الفاصل المهندس محمد عبد الرحيم مدير المركز القومي للمعلومات بوزارة الاتصالات، مولانا ماهر عيسى كبير مستشاري وزارة العدل، وحوار حول اليوم الوطني للمعلومات ومشروع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لسنة 2018. أدعو السادة المشاهدين ومن يستمعون لسودانية 24 عبر الراديو، أدعوهم للمشاركة معنا عبر هذه الأرقام التي تظهر في الشاشة، التلفون 0183 52 50 42 و 0183 52 50 43، وعبر الواتس 126 18 44 66، وعبر الوسائط التي ستظهر أيضا على الشاشة، ولكن بعد الفاصل.